السلام عليكم وشكرا جميلا جميعا على الحضور and welcome to ABCDE tumor boards. التيومر بوردز ديت ابتديناها من حوالي سنة دلوقتي، عبارة عن educational activity mainly presentations done by hematology oncology residents from various cancer centers of مصر، وأحيانا بنعرض حالات من هنا. كنت في الأول عرضت حالة كده من باب إن إحنا نشوف الـ similarities between the tumor boards. البانل الأساسية دايما كان معانا الدكتور سامح جاب الله شاكرا، من هو associate professor of hematology oncology with special interest in lymphoma and transplant في Moffitt Cancer Center، معانا من البداية. وبرضه معانا الدكتور سامر القرآن، هو chief of hematology pathology الهيمباث هنا في hematopathology هنا في University of Louisville. وطبعا هم دايما منورين. النهارده معانا الدكتور سامح شمع، طبعا هو استاذي، انا عارفه من زمان ايام انا كنت في الكليه. ومعانا طبعا الدكتوره مها زعفراني من جامعه المنصوره، والدكتوره داليا سالم برضو من جامعه المنصوره، واعتقد الدكتور عماد عزمي كان ناوي ان هو يحضر. ومعانا دكاتره كتير، طبعا انا مش عايز اقول اسماء كتير، بس لان اللي عارف الاسماء على الاتندنس. شكرا جميعا جميعا يا جماعه على الحضور، وان شاء الله هنبتدي بالترتيب. احنا معانا اربع حالات من بريزنترز في جامعه المنصوره، والحاله الاولانيه كانت البرزنتيشن از بريبيرد اسراء، بس هي في دكتور زميلنا هو اللي هي present instead of her, correct؟ دكتور احمد العزل ان شاء الله. تمام. طب ممكن يا دكتور احمد شير السكرين وتبتدي البرزنتيشن؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت كده واضح؟ ماشي صح. عامل شير اهو، ثانيه واحده. اوكي كده شيرد، واضحة عندكم؟ اوكي واضحة يا دكتور احمد، اتفضل. هي الكيس بقى طويلة شوية، فيعني كل شوية هنبقى نرجع، لان ايفن لو عملت لها سمري في الاخر السمري هيحتاج سمري بعديه، فاحنا يعني نركز بس في اللاينز بتاعت اللاينز اوف كيموثيرابي اللي اتاخدت واحنا ماشيين طول الكيس كده. هو كان ميل بيشنت 56 سنه، كان بريزنتد في ابريل 2019، كان عنده جراديوال اونست اند بروجريسيف كورس اوف ابدومينال اي بين اند بون اكس اند درينشينج نايت سويت سويلينج في نيك اند اكزيلا. ان ريماركابل باست ميديكال هيستوري باي اكزامينشن، كان في سيرفايكال ليمف نودز واكزيلاري ليمف نودز كانت فيرم تو هارد ان كونسيستنسي بات نوت تندر اند نوت موبايل. The patient برضو كان عنده marked spleen، CBC بتاعته كان فيها leukocytosis 32، الهيموجلوبين كان 11.2، البليتليت كانت 80. البلوت فيلم بتاع البيشنت كان مطلع ان هو ليمفو بروليفيتيف ديس اوردر، وكانوا محتاجين نعمل عليه امينو فينوتايبنج. بقيه التحاليل الفيرولوجي بتاعته كان نيجاتيف، ال LDH كان with a normal range 242، ال ESR كان 20، و normal liver and kidney function. As regard the bone marrow aspirate اللي عمله في البرزنتيشن بتاعه اللي هو بتاريخ 16/4 او شهر 4/2019، كان البون مارو اسبريت مطلع ليمفويد سيريز كانت 90% من السمول ماتيور ليمف بيكتشر اوف ال بي دي.
اتعمل immunophenotyping كان جيتنج على 86% of gating cells كانت positive CD5 وكانت negative لل CD23 طبعا مع positive CD19, CD22, CD25, 20 and FMC7 with co-expression لل CD19 طبعا. فكان الconclusion ان هي case of CD5 positive LBD mostly mantle, mantle cell lymphoma for confirmation by translocation 1114 or cyclin D1. هو unfortunately translocation 1114 البروب ما كانش موجود في الوقت ده من الدياجنوزيس فما اتعملش. عملت في البومارو بايوبسي اللي اتعمل كان البومارو كان هايبر سيلولار البرسنتج كان 95 وهو هيكمل معانا هايبر سيلولار قدام يعني ده سايد نوت كده وكان بوزيتيف سي دي 5 ونيجاتيف سي دي 23 اند نيجاتيف سايكلين دي 1. البيشنت كان عنده اكزيلاري ليمف نود واضحه خد منها بايوبسي البايوبسي بتاعه الاكزيلاري ليمف نود كانت مطلعه ديفيوز انفيلتريشن باي نيوبلاستيك ليمفويد بروليفريشن النيوبلاستيك سيلز ريفيلد بوزيتيف سي دي 3 سي دي 5 سي دي 8 سي دي 99 ام بي سي ال 2 اند ذا نيوبلاستيك سيلز ووز نيجاتيف فور سي دي 19 سي دي 29 اي سي دي 8 سايكلين دي 1 تي دي تي اند بي سي ال 6 سي دي 10 ستين ريزيديوال جيرمينال center cells and CD30 shows positive reaction in scattered activated lymphocytes. According to the panel, the picture consistent with peripheral T cell lymphoma. يبقى تاني البومارو بس عشان نحاول نسمرايز الجزء اللي وصلنا له البومارو اسبريت او البومارو كان مطلع ان هو LPD query mantle cell lymphoma والaxillary lymph node كانت مطلع picture of peripheral T cell lymphoma. البيشنت قد دياجنوزيس عمل بان سي تي البان سي تي كان مطلع ان هو الستيجنج بتاعها كان ستيج 4 كان في سيرفايكال سوبرا اند انفراكلافيكولار اكزيلاري دي كانت تقريبا اكبر واحده فيهم مع الالياك ليمف نود ات رايت الاكسترنال الالياك ليمف نود برده كانت 45 في 27 ملم والليفر كان فيه باتوميجالي اند ماركت لارج سبلين اباوت 25 سم. البيشنت started received four cycles of CHOP etoposide according to the lymph node lizard last cycle يعني واخدهم تقريبا من شهر 5 لشهر أغسطس 2019 then بعد كده re-evaluation البوم مارو أسبريت كان ثانية واحدة كان normal cellular infiltration by 58 abnormal lymphocytes LBD البومارو بايوبسي كان نفس الكلام الانفلتريشن كان كان الهايبر سيلولار السيلولار 90% وانكريز الليمفوسايتس بس كانت هنا بدات تظهر بقى ان سي دي 3 بوزيتيف في 60% من السيلز سي دي 4 30% اذر بوبوليشن بوزيتيف فور سي دي 20 كان 30% وبرده ستيل سي دي 5 اكيد بوزيتيف وسي دي 23 اند سايكلين دي 1 نيجاتيف وكان بالتالي هو الدياجنوزيس في الاخر ان هو هايبر سيلولار ويز ماركت تي ليمفوسايتوزيس 60% اند اند كلون اوف بي ليمفوسايتس اللي على اكوردنج للسي دي 20 اللي كانت طالعه 30% انا معلش مش البان سي تي في 12/9/2019 اللي هو بعد الفور سايكلز من الشوب ايتيبوزايدز اللي خدهم في الاول كان مايلد ريجريسيف كورت از كورس از ريجارد اكزيلاري ابدومينال ان ايلياك ليمف نودز ذا لارجست 1.5 2.6 3.2 ده اكوردنج للاكزيلاري وبرده الايلياك ليمف نودز كانت 4.4 2.8 فهو يعني تقريبا الـ كان الاكزيلاري والابدومينال والايلياك ذا سيم از at diagnosis. The bone marrow infiltration can fill out 90% L 58% and CT show improvement for all previous described lymph nodes apart from the axillary and abdominal and iliac as we said. Then the patient continued according to this response three more cycles of CHOP etoposide. يعني هو كده total seven cycles. The patient بعد كده the evaluation by PET CT في 12/2019. البيت سي تي كان مطلع سوبرا اند انفرا ديافراجماتيك ميتابوليكلي اكتيف ليمف نودز بطلو ميتابوليكلي اكتيف ذا بايلاترال سيرفايكال 1.8 1.5 يعني هو كانت اكبر واحده فيهم الابدومينال كانت الاس يو في مش كبير 2.8 لكن هي السايز بتاعها كان 3 1.7 سنتي اند
السبلين كان also huge spleen but no active metabolic uptake ونو بوم مارو اكتيفيتي اكوردنج تو ذا بيت سي تي which is done after 7 cycles of شوب اتوبوزايت. Okay, after discussion with radiology, they suggested that T cell lymphoma or B lymphoproliferative disorder may show variable SUV uptake أو اللي هو الأبتيك اللي كان قليل according to الأبتيك اللي فات على واحد تقريبا كان 2.8. So considering the size of lymph node and the marked spleen, he was given 2 cycles VHAP till evaluation for possibility of bone marrow transplantation. يبقى هو كده خد 7 شوب اتوبوزايت and اللي عليه الدور دلوقتي 2 cycles of DHAP. After 2 cycles of DHAP, the patient has undergone re-evaluation to PET-CD, الكلام ده تقريبا في 3/2020. كان في complete metabolic resolution of lymph nodes اللي موجودة, but some of them still show suspicious CT criteria for clinical evaluation. الأكسلري كانت 1.2, هي قلت في السايز عن قبل كده, والأبدومينال 2.5, هي كانت 4 سنتي قبل 2 DHAP اللي خدهم, والإنجوينال 2.2 سنتي, والسبلين لسه ماركت سبلين 25 سنتي ولسه not metabolic active ونو بور مارو activity. Post follow up about 2 months, هو التاريخ 3/2020, فده في أول الكوفيد إيرا كده في الأول خالص, فهو لست follow up شهرين تقريبا, وبعدين الإيفاليويشن أما جالنا تاني باي ألتراساوند on the lymph node showing still suspicious criteria. The patient undergone axillary lymph node re-biopsy تاني, الكلام ده تقريبا في شهر 4, كانت برضو مطلعة نفس البيكتشر اللي طلعت في الأول, peripheral T-cell lymphoma, والبوم مارو أسبريت كان ستيل في انفلتريشن ب 65, هو كان آخر رقم وصله تقريبا كان برضو أباوت أواخر الخمسينات أو يعني نفس الرقم تقريبا لينفوسايت, والبوم مارو ستيل هايبر سيلولار 80% سيلولاريتي والأور سيريس ريديوزد وديفيوز انفلتريشن سي دي 3 80-90% من التي لينفوسايت, سي دي 20 بقى نيجاتيف وسي دي 99 is focal weak positive, وإن هو هنا البيكتشر اللي موجودة يعني هنا 80-90% تي لينفوسايت موجودة. لو نفتكر البوم مارو بايوبسي اللي كان في الأول خالص أول الدياجنوزيس كان البي كرون أكتر من التي. Then revision of رجعنا بقى all data together twice revealed the same results with additions that hypercellular bone marrow 90% cellularity with marked T cell lymphocytosis 60% positive for CD3 and CD4 with mixed B lymphocytosis 30%. This is profile raised possibility of infiltration by T cell lymphoma. However, correlation with the clonal nature of the cells and reference to lymph nodes pathology is mandatory, but the T cell receptor was not available to detect the clonality of the cells. Patient received 2 cycles ice. يبقى هو لغاية دلوقتي خد 7 شوب اتوبوزايد وبعدين عمل re-evaluation زين خد 2 DHAP بعدين lost follow-up شوية وبعدين دلوقتي يعني الترن بتاع 2 cycles of ice. Then the patient undergone re-evaluation the same bone marrow hypercellular lymphocytes اللي كانت 90% بقت 35% lymphocytes والbone marrow biopsy still hypercellular 80% cellularity or hematopoietic series are detected where lymphocyte population موجود برضو around the CD3 and CD4 60 to 20% of cellularity with CD20 في around 30-40% in aggregates where CD8 is negative with CD99 is focally positive. فهو نفس الكلام كان في T lymphocytosis about 60-70% positive for CD3 and CD4 and B lymphocytosis 30-40% for coloration with the other data and the primary pathology. And the pen CT stationary regarding the size of lymph nodes and the spleen. يعني the spleen is still برضو marked splenomegaly. According to the patient received the 3 cycles Gemzar Neville Bean. وعشان ما كانش في اي accessibility لمونوكلونال antibody treatment, then the bone marrow evaluation كان في 50% infiltration abnormal lymphocytes, برضو نفس الكلام الفلو repeated اخر سطرين بقى اللي هو residual B lymphoproliferative disorder mostly mental cell لان كان CD20 positive و CD5 still positive و CD23 كانت negative
وبرضو الابنورمال تي سيل كلون كان حوالي 23% يعني قل على اللي قبل كده. برضو البون مارو بايوبسي ستيل هايبر سيلولر 70% وال الاميونو هيستوكيمستري كان سي دي 3 وسي دي 5 برضو ستيل بوزيتيف اند سي دي 20 بوزيتيف وسي دي 99 فوكال بوزيتيف وسي دي 23 نيجاتيف. يعني ال يعني التي سيل كلون كان از اباوت 30% اوف سيل ده بعد 3 سايكل جيمس ارنفيل بي. يبقى اجين قبل ما نكمل بس هو خد 7 شوب ايتوجوزايد وبعدين 2 دي اتش اي بي وبعدين 2 سايكلز اوف ايس ذن 3 سايكلز اوف جيمزور نيفل بي. اخر حاجه خالص بقى هي ريسيفد او قبل الاخيره هي ريسيفد 2 سايكلز اوف اي شاب ذن ذا بوم مارو از هايبر سيلولر ستيل في انفيلتريشن وساعتها كانت توتال ليكوسيتيك كاونت 15000 هيموجلوبين 11.3 and the platelet is 63. Then the flu test the same residual B cell lymphoproliferative disorder with abnormal T cell population نسبة للبرسنتج بتاعتهم تقريبا نفس البرسنتج 33% lymphocytes و 75% of B cells والبوم مارو بايوبسي هايبر سيلولار انفيلتريشن. ممكن ثانيه ممكن نرجع للفلو للبلوتس بتاعه الفلو الدكتور سامر القرآن من الهيم باث بس كان عايز يعلق عليها البلوتس. اوكي اني سلايد من الاول من اي دور تمام. دكتور سامر لو بتحاول تتكلم unmute الأول. Yeah, السلام عليكم. Yeah, I'm sorry because I didn't have a chance to look at the cases beforehand. No, I just wanted to see what was being described. It's very helpful. So we do see this clonal B cell population that is CD5 positive. Do they have CD20 anywhere, or was it even mentioned? Oh, yes, CD20 was mentioned about 20%. No, no, but like by the flow cytometry. Can you move to, yeah, can you just please? Dr. Dalia Salem, mine. هو في presentation لوحدها للflow cytometry ممكن الدكتورة داليا تبقى تتكلم فيها. Yeah, no, I'm sorry, like, so I've been with the implanted cell. عليكم السلام ورحمة الله. ظهرك يا دكتورة داليا. الحمد لله. ازيك يا منار؟ مبسوطة أن أنا أول مرة أنضم ليكم إن شاء الله يكون في إفادة للجميع بإذن الله. شكرا. دكتورة داليا عايزة تشاركي الجزء الباثولوجي دلوقتي عشان عايزين نتكلم في ده قبل ما نتكلم في المانجمنت. دكتور أحمد نعمل أون شير يا حاكم. خلاص أوكي يا حاجة. هو أنا الحقيقة الحالة دي ماشي. أنا ممكن أعرض برضو الباوربوينت. أنا للأسف ما بعتوليش الفايلز الأصلية فأنا يعني ما قدرتش أن أنا أحدث الصور بس هعرض معاكم برضو الملف الأصلي اللي أنا كنت بعتها للدكتورة إسراء. أوكي يعني حضرتك يا دكتورة داليا هتعملي شير دلوقتي ولا أنا موجود عندي برضو نفس الفلوب؟ اه زي ما حضرتك تحب. لو عايزين الوقت عايزين اتفضلي يا دكتوره اللي يريحكم. لا اتفضلي اتفضلي يا دكتوره داليا يعني مش اتفضلي اتفضلي. برضو عندي سؤال لو سمحتوا قبل برضو ما تدخلوا في الباور الجديده. مش اي استادي للحاله ما فيش اي موليكولر او كاريوتايب دان فور سكيس. هو الصوت بيقطع شويه بس انا سمعت حضرتك دكتور عمر. الصوت مش واضح بخصوص المولكيولر ستاديز لو في اي مولكيولر ستاديز اتعملت. اللي انا شفته ان الكلوناليتي على التي سيل كلوناليتي wasn't done بس يعني it doesn't sound like ان في question هنا ان في تي سيل بروسيس going on. والحاجه الثانيه كانت التستنج بتاع ال 1114 كان مازال wasn't done at first. Yeah. فضلا دكتورة داليا. I'm trying to share my my screen بس أنا مش عارفة ال مش واضحة عندي كلها. خلاص لو حضرتك اللي هي الأخضر اللي تحت في النص share screen هو ده اللي. أوكي.
أكبر شوية علشان أيوة تمام كده ما كبرتها ظهرت. أوكي اوكي سو اعتقد يعني انا عندي يعني هو طبعا العيان جه كذا مره، احنا اول مره خالص جالنا في 2019 زي ما الدكتور قال، وكان الحقيقه التركيز اكتر على اللي هو البي سيل كلون. ممكن يكون في الوقت ده ما دخلش البانل كامل، دخل بس البي سيل، ولما تلاقيت ان هي كلونال ما تكملش الحاجه، فطلع ان هو سي دي 5 بوزيتيف، البي دي موستلي منتل، لان اكوردنج لي يعني ده اكوردنج الفينوتايب اللي مذكور الاول، مش هقدر اعلق عليه كتير لان مش انا اللي كنت شفته يعني. بعد كده في 21 شهر 2 21 اعتقد كان الباثولوجي طلع نتيجه ان هو ممكن يكون تي سيل لمفوما، فعملنا له اكسباندد بانل شويه. دكتور سامر كان بيسأل على أنا الشاشة بتاعتي واضحة كده؟ أيوة واضحة. أوكي فطلع عندنا البوبوليشن ده اللي هو سي دي 19 بوزيتيف، وطبعا عليه سي دي 5، وسي دي 20 از مودريت ما هوش دم، وسي دي 22 برضو از مودريت، 23 هنا نيجاتيف، لكن ال 79 بي بوزيتيف والاي جي ام نيجاتيف، وكانت البوبوليشن ديت كابا ريستريكتد. ايه تاني هنا عندنا ال سي جي 10 نيجاتيف كومبيرد تو تي سيلز، وال 43 نيجاتيف. تمام. في 6/21 جالنا عينه تانيه، ده المورفولوجي بتاعها كانت برضو لسه فيها انفلتريشن وذ سمول ماتيور ليمفوسايتس، كانت حوالي 74%، والفينوتايب برضو طلع تقريبا نفس الكلام، سي دي 5 عليها سي دي 38 بس طبعا اقل من البريكيرسورز. هنا الحقيقه كان عليها اي جي ام، ويعني اي هاف تو ادميت ان هو ممكن يكون في الاول احنا كنا لسه بنظبط البانل، فممكن تكون ممكن دكتور سامر يعني يكون اورينتد طبعا بالكلام ده عشان هو باثولوجيست، العينه ما كانتش وشد كويس، فعلشان كده كان الاي جي ام نيجاتيف في اول عينه، انما هنا احنا بقينا بنحط الاي جي ام مع الكابا واللامدا وبقت بتتغسل كذا مره، فطبعا ابتدت تظهر ان هي اي جي ام بوزيتيف. ايه تاني هنا كان في سي دي 20 في اف ام سي 7، يعني هو ايبيتوب من سي دي 20 وموجود ان هو يعني سترونجلي بوزيتيف، فهي يعني طبعا احنا مش بنحب في الفلو نوصل لفاينل دايجنوزس غير بعد برضو السيتوجينيتكس والموليكولر، لكن هي كده لما نقول ان هي سي دي 5 بوزيتيف ويز جود اكسبريشن اوف بي سيل ماركرز ونيجاتيف 23 يعني هي موست بروبابلي منتل سيل، طبعا مش ما نقدرش نقول ان هي 100% كده لكن ده موست بروبابلي. في نفس الفترة دي بقى عملنا لها أو في نفس العينة دي عملنا لها الـ T-cell assessment، طلع عندنا تمام هنا كده في عندنا subpopulation عليها طبعا كل ده جوه CD3 2 positive CD2 positive لكن negative لـ CD7 وعليها CD4 بس اللي هي البوبوليشن اللي لونها أحمر وبارشيال CD5 ما عليهاش تي سي ار جاما دلتا. وايه تاني بس هو ده اللي اتعمل يومها. في عينه بعد كده عملنا ال 56 وال 57 طالعين نيجاتيف، وبرده عيدنا التي سي ار جاما دلتا طالع نيجاتيف، يعني هي موست بروبابلي يعني ان هي سلايتلي اعتقد كانت سلايتلي ديم للسي دي 5، فهي يعني هي كونسيستنت ويز بريفرال تي سيل لمفوما. طبعا التي سيل مالجنسيز برضو بتبقى شويه كونفيوزنج، لكن هي ممكن ان هي تدخل في الكاتيجوري ده. النسب بقى زي ما الدكتور قال يعني تقريبا هي دايما النسب متقاربه،
في الاول خالص كان البي سيل كلون كان عالي قوي، بعد كده هو ابتدى يقل والتي سيل كلون ابتدى نعمل له ديتكشن، وتقريبا النسب فضلت ثابته طول الوقت يعني. Was CD57 ever evaluated? CD57 evaluated هنا ده بتاريخ كام؟ CD57 9/1/22 تمام. عندنا هنا ال CD57 is negative وال 56 is negative برضه. Okay, the other question I have was that B cell clone ever demonstrated in any of the lymph node biopsies? للأسف الليمف نود بايوبسي بيتعمل في الباثولوجي ديبارتمنت، مش احنا اللي بنعمله. بس as far as the reports اللي دكتور احمد shared with us ما كانش في الليمف نودز بي سيل بوبوليشن. وانا شفت باين هي برضو معنا الدكتوره زهراء ومعنا السلايدز بتاعت الباثولوجي، ممكن نعمل لها شير. ماشي، طب ممكن تقفله بس ده؟ اوكي. تمام. ماشي، احنا بالنسبة للبيشنت ده هو احنا جالنا اكتر من ليف نود واكتر من بون مارو على مدار من 2019 لحد من قريب لحد شهر 2، هم كلهم تقريبا نفس الفايندينج. فاحنا هناخد مثال كده الليمف نود. بالنسبة للليمف نود دي كانت في 2019، كانت بالمورفولي شيء ده كانت افيسد اركتكتشر، كان عندنا سمول ليمف سايتس او يعني كلها بوبوليشن واحدة. ده بالنسبة للسي دي 3 هو كان ديفيوز بوزيتيف. وبعد كده السي دي 20 برضو كان البوزيتيفتي بتاعته كتير، يعني احنا في الفترة دي كنا مش يعني كنا محتارين هل هي سي دي 3 ولا سي دي 20 بوزيتيف، مش عارفين. السي دي 5 برضو كانت بوزيتيف، فكده كان احتمال المانتل موجود، وكان احتمال برضو ان السي دي 5 ده واحد في زي سي دي 3، يعني هم بياخدوا نفس الحاجة. فكملنا بعد كده CD99 بوزيتيف، عملنا بقى دي ماركرز تاني CD79 اذا كان نيجاتيف و19 كان نيجاتيف، BCL2 بوزيتيف مش مشكله، KI بوزيتيف، CD8 نيجاتيف، بس CD4 كان ديفيوز بوزيتيف. احنا كده بقينا ناحيه انها تبقى تي سيل اكتر من البي، مع بي بوبوليشن كتير، يعني هي كانت كتير زياده عن الطبيعي. فالدياجنوزس طلع في وقتها انها بريفرال تي سيل لينفوما اكوردنج للشكل اللي عندنا، خصوصا كمان ان كان في كذا ليمف نودز تانيين كان معمول لها سايكلين وكانوا نيجاتيف، فاحنا اكسكلودد انها تبقى منتل ومشينا مع سكه ان هي تبقى تي سيل لينفوما. ده في كل الليمف نودز اللي قلنا كانوا بنفس المنظر. بالنسبه بعد كده للبومارو ده اخر واحد، احنا هنا شايفين ان في ديبوزيتس اللي هي لونها ازرق، الازرق الغامق ديبوزيت. لما كبرنا عليه لقينا برضو نفس شكل الليمف سايتس اللي هي سمول ليمف سايتس، برضو نفس المنظر. هنا السي دي 20 هنا خد سكاترد بوزيتيف في فبراير ده، بس العينه اللي قبلها كان اكتر من كده، يعني هو سي دي 20 قل فعلا، قل عن مكان. فهنا ده تقريبا اقل حاجه، اقل سي دي 20 عندنا في الشرايح كلها ده اقل حاجه. سي 3 بوزيتيف واضح متسح، ديفيوز بوزيتيف هنا برضو باين ان هو بوزيتيف. سي دي 4 فوكال ما عادش واخد ديفيوز زي ما كان. سي دي 5 واخد برضو بوزيتيف، يعني بلاستيك سيلز برضو اقل من الثلاثة، والسايكلين نيجاتيف. فهنا برضو مشينا في نفس السكه ان احنا بنكسكلود المانتل، وان احنا بما ان هو ليه هيستوري بريفرال تي سيل فقلنا ان هي برضو تي سيل ديبوزيت. بس كده كل العينات تقريبا بنفس الفكره، الغريب بس ان 20 كان كتير زيادة عن الطبيعي يعني. فالدياجنوز قلنا تي سيل لينفوما ديبوزيت. بس كده. Alright, thank you so much. Yeah, this is really excellent workup on the flow and immunohistochemistry side. So I have a couple of comments. As far as the B cell lymphoma diagnosis, I don't think that we ever proved that this is mantle cell lymphoma.
Yeah, the phenotype is suggestive of that of mantle cell, but an atypical CLL would have the same immunophenotype. The other thing is, if this was a mantle cell lymphoma and it's only circulating, these tend to be, you know, very low grade, and they're more like a small lymphocyte or CLL rather than mantle cell lymphoma. So with the cyclin D1 negative, it would have been nice if you had SOX11. And you know, we are more than happy if you want to send us some sections, we'll do them for you here. We have the marker. We have it recently. Yeah. We got it. SOX11, sorry? We got it. Was it negative? We got the SOX11 recently in our lab. No, we didn't perform it, but we have. Yeah, I would perform it. I don't think this. الصوت راح دكتور سامر. أنا هنا. أيوة. دكتور سامر صوته. Other thing is, if you don't have enough to make a diagnosis of B cell lymphoproliferative disorder, this could be just monoclonal B cell lymphocytosis. The other comment about the T cell lymphoma, to me, this looks like angioimmunoblastic T cell lymphoma. One of the sections you showed, it looks like the subcarcerous sinus is patent. You know, you have, and you know, because usually in general, we don't like, you know, you have T cell rich like B cell lymphomas, but when we make a diagnosis of T cell lymphomas, we don't like to see a lot of B cells, with one exception, and that's with angioimmunoblastic T cell lymphoma. So I agree with angioimmunoblastic T cell lymphoma. Actually, yeah, I do believe it's angioimmunoblastic. Sorry? I think we have to revise the slides again, and I think that angioimmunoblastic is a very strong differential diagnosis here. So one thing, and that it can solve the mix of B cells and T cells. I think it's it could be a good answer. So I will revise the slides again. I haven't seen these slides in my department, and we can do the SOX 11 also because we have it now. هل عندنا ABV PCR ولا؟ ABV لا في in situ hybridization بس برا المركز بقى يعني مش جوه المركز. So excellent. So I would do that on the lymph node yes. to demonstrate the presence of the AV blasts. And yeah. even if you have also kappa and lambda, you can do that we on have, the lymph yeah. node. We yeah, have I kappa. Would do that also on the lymph node. And in the, if you see these clusters. And I saw like, you know, if you do BCL6 CD10, sometimes they highlight these clusters of larger cells that mm-hmm. will be EBV positive. And these can we be- We can do also the CD23. I haven't seen a picture for CD23. I would like to see the yeah. follicular dendritic cells around the blood vessel, but it was not shown here. So I think this case has to be revised again. It was performed. It should have been performed. I have told you thousand times. Individual germinal center cells. I didn't take a picture. Okay. It was performed, but I don't have the picture. Okay. Okay, I just have a question or a comment. As Dr. Samer suggested, it may be like a typical CLL, but let me disagree with this because it's many things to be a typical CLL. It's bright IgM, it's a very good kappa expression, it's 23 negative, it's 5 positive, it's good CD20, it's negative for 43. So, I mean, this is too much to be a typical CLL. As regards the other differential diagnosis for the these B cells as monoclonal B cell lymphocytosis, the bone marrow infiltration is against this. MBL is usually like very few monoclonal B cells in the peripheral blood. Yeah, with extent no of other, infiltration yeah, is high here. With no infiltration, yeah. Yeah, yeah. بس يعني هو what I think عشان نرجع للدكتور أحمد ونخلص ال presentation بتاعته ون discuss the management it seems like the impression العام إن ال B cell population was not a big actor هنا وال T cell lymphoma is the main malignancy in treatment with aberrant expression to CD20 whether it is a peripheral T cell lymphoma or angioimmunoblastic is something to be further discussed.
بس الفكرة في المانجمنت وده اللي بيسهل علينا احنا يعني الـ difference in management is not huge between the two. بس خلينا ممكن دكتور أحمد عزب يرجع البرزنتيشن بتاعته up تاني ون proceed from where we stop. ثانية عملنا شير ثانية واحدة. اوكي هي دي كانت لاست سلايد. هو البيشنت اخر بومر بايوبسي عملناه زي ما قلنا كانت برضو 70% سيلفيرتي والانفلتريشن كان نفس النسبه تقريبا 60 to 70% للستيل انفسايت. ده في يعني في اخر واحد او في اول الشهر كده, وكان البي لينفوسايت اباوت 20% بوزيتيف فور سي دي 20 نيجاتيف فور سي دي 5 اند سايكلين دي 1 اند ذا بيشنت ناو اون ذا سكند سايكل اوف جي موكس بروتوكول. اوكي شكرا جزيلا يا دكتور احمد, شكرا جزيلا. كنت سامح T cell lymphoma is usually much more aggressive في ال presentation. TLGL طبعا بتبقى much more indolent. I think ان احنا we just need to clarify what the diagnosis is. وبعدين يعني clinically يعني why were we switching therapies, يعني هل هو progressing clinically او by imaging. يعني I think أعتقد الـ therapy switch كان إن الـ يعني despite الـ radiologic response كان في persistent and yet rising populations في الـ bone marrow. فهو الـ bone marrow كان ما كانش فيه الأول T cells, دلوقتي بقى فيه T cells والـ T cells percentage بتاعتها كانت on multiple occasions hanging around 60%. مش عارف would you feel comfortable لو انت كنت planning already ان تروح على autologous transplant, would you collect a patient with this or would you actually go to allogeneic transplant from here? لا ما يتهيليش احنا beyond the autologous دلوقتي والعيان يعني relapse refractory is not even chemo sensitive يعني much. I don't think autologous will add much. وطبعا يعني الكيمو therapy in general, if this is a peripheral T-cell lymphoma, they usually would not respond well. I thought did one line after the other, and يعني ممكن ميسي ياخد مثلا partial remissions. Usually in those situations, it's best. And if you have a CD30 positive, you could definitely try something like. Reactive cells, ما أعتقدش كانت positive like it is in neoplastic cells. Wasn't correct me if I'm wrong. لا كانت negative. Okay, the scattered positive cells دول ما كانوش neoplastic cells ولا كانوا. Even if you have like 1% positivity for tumor cells, these patients do respond to brentuximab. لو هو truly CD30 negative, then the other options, يعني if you feel pralatrexate or romidepsin, and they'll have better responses than chemo. The other option برضو هو PI3 kinase inhibitors, بس أنا مش عارف هل دول موجودين ولا لا. Duvulisib كان فيه داتا كويسة من سنتين في الأش, and this is how they're pursuing the drug دلوقتي. This will also, if there's any B cell process, they'll help. But I doubt inhale the B cell process that I think it's mainly a T cell process. Maybe that's what's going on. But duvulisib, you know, it has very, very promising data for T cell lymphomas. وبعد كده, once you get a response, I would do an allogeneic transplant. But I would not do any of these things until I confirm the diagnosis. دكتورة مها ودكتور سامح شمعة حابين تتعلقوا
on your thought process on the next steps. لا هي بس احنا فعلا ما وصلناش في الدياجنوزس يعني هي بس برضو واضح ان هي برضو حاجة اندولنت يعني وما فيش يعني ما whatever lines ياخدها هو بيخش في ريميشن يعني. المهم قوي برضو في الحالة دي البرفورمانس، هل المريض ما زال لسه مستحمل معايا كل ده كل lines of treatment and performance يا احمد؟ هو البرفورمانس قل شويه، انا اخر مره شفته تقريبا في شهر 11 كان يعني البرفورمانس برضه ستيل 1 لسه ستيل 1 يعني، بس هو يعني و يعني لو استحمل دلوقتي قدام لو فضلنا مكملين كده اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب لان هو تركب كل اللاينز تقريبا بسايكلز عددها كبير كمان يعني. طب والليسبلين الاسبلين agonizing the patient ولا just ان احنا يعني مش عامل له مشكله؟ لا 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 بيقول بس هو not complaining يعني من الاسبلين not complaining رغم انه ماركت يعني. انا ما سمعتش الدكتور حجازي لما سالت السؤال بتاعي الانسر كان ايه، هل لان انتوا بتقولوا you didn't reach a definitive diagnosis بالنسبه للعين، هل فعلا جينيتكس؟ انا ما شفتش حاجه في البرزنتيشن ولا ده مش بس يا لو اعتقد الجينيتكس يا دكتوره ملما ما تعملتش على ال in regards to the translocations او الكلوناليتيز wasn't done. دكتورة مل هي تخصص she's a geneticist here in the United States of Philadelphia. وطبعا هي دايما الانترست بتاعها في المولكيولر فدايما تعليقها عليه. لو ما اعتقدش ان ما عملناش الكلوناليتي تيستينج او الترانسلوكيشن على الـ على البي سيل بوبوليشن، ما كانش فيه الترانسلوكيشن بتاع ولا البي ولا التي كمان ما تعملوش. Yeah. Okay. خليني أعلق على الكولوناليتي بتاعت البي، بس بالنسبة لنا إحنا في الفلوسيتومتري it was clonal. لكن طبعاً التي سيل population مش يعني ملوش كولوناليتي بالتي سي آر rearrangement وما تعمل. أوكي تمام. طب أنا لو في أي تعليق من الأساتذة؟ أيوه دكتور محمد. أه دكتور محمد فضح حضرتك. أهلا بيكم أهلا بيكم الله يكرمك. بداية أنا عاوز أشكرك طبعا على المجهود الطيب اللي أنت بتعمله بزوم مشارك الدكتور سامح والزملاء كلهم. هو حضرتك بس هو سؤالي بالنسبة للسبيومير والهايبرسبريناز يعني هو حضرتك بذل فيه اي روشنال للسبلينكتومي حتى ايفن ان بلاننج مثلا فور الوجينيك او حاجه زي كده، فهو مثلا ديو سجست سبلينكتومي مي هيلب في الدايجنوز دي بدايه، والحاجه الثانيه لو بلاننج الوجينيك يبقى خلاص هو ريدي فور ذا ترانسبلانت وذاوت انترفيرنس مع الانجرافمنت طبعا. دكتور سامح ايه رايك في السبلينكتومي في العيانين دول؟ I think we just need to find out what it is first. بس يعني for sure لو هو هيروح allogeneic transplant and he has a huge spleen, the incidence of graft failure ممكن يبقى عالي. It might be reasonable, you know, to take out the spleen. بس يعني I would not do that until we just know what we're dealing with. And you know, you can't go back. You can't put him back. مظبوط. انا متفق مع دكتور سامح ان الدايجنوستس امبورتنت. انا مش متاكد اذا السبلينكتومي هات هيلب ان ذا دايجنوستس، لان الواضح في الايمجز ان السبلين وازنت ريلي انفولد ماتش وذ ديزيز اكتيفيتي. هو في البيت مش واخد اكتيفيتي يعني. مظبوط. هو مش واخد اي اكتيفيتي يعني. فهو هيساعد طبعا في الانجرافمنت ريسك، لان الانجرافمنت فيلير وذ هيوج سبلين از ا بيج بروبلم. فهو لو هي بي تي سي ال او اي اي تي سي ال هي مشيت في التريتمنتس اللي ايا كان كنا هنعملها. الدكتور سامح جاب الله لما بيتكلم عن السي دي 30 بيتكلم عن الاشلون ترايل بتاعه البرينتوكسيماب والسي اتش بي اس فرونت لاين، اند ذات يعني ده كان يعني براكتس تشينجينج ستدي من 3 4 سنين، وبقى الفرونت لاين في البريفيرال تي سيل لمفوما ان احنا نستخدم برينتوكسيماب وذ سي اتش بي اوميتنج الفينكريستين.
الحاجه اللي انا بقولها بصراحه، لان يعني عارف الواحد كل واحد فينا بيبقى ليه انكدوتال اكسبيرينسز وبيحب سيرتن دراجز بسبب الريسبونس والديتا بتاعتها، هو الاتش داك انهبيتور. يعني انا عندي افينيتي ان استخدم الاتش داك انهبيتورز في العينين دولت، with رامدابسين being the drug of choice. للاسف الرامدابسين الاف دي اي سحبت الابروفال بتاعه في البريفرال تي سيل لينفوما وريزيرفدت للكيتينيوس تي سيل لينفوما من 6-7 شهور بسبب الكونفرمتوري ستاديز، بس ما زال في انف داتا تو كونفيرم. هم الستدي اللي كانوا عاملينها كونفرمتوري كانوا عاملينها قصاد ارشوب، سو ات واز نوت ا فير كومباريزن، بس بسبب الكلينيكال بنفيت والانيشال داتا سواء بلينوستات او رامدابسين as an HDAC inhibitor, if the brentuximab is 100% zero, هو زي ما الدكتور سامح بيقول حتى لو الاكسبريشن بتاع CD30 is low, those patients tend to benefit من CD30 antibody. ولكن if it's zero, if it's completely negative, أعتقد belinostat أو romidepsin might help achieve يعني الريسبونس ريتس بتاعهم في عيانين الانجيو ايمينوبلاستيك تي سيل لينفوما از اباوت 30% اور سو. فيعني انت عندك ده سي ار كومبليت ريميشن، فانت عندك جود شانس اوف تيكينج ذس بيشنت فولود باي ان الوجينيك ستيم سيل ترانسبلانت. انا عارف ان انا بنبص عليها كاندولنت لينفوما بس ات ويل نوت ستوب كومينج باك، فيعني السوليوشن هنا از لايكلي ذات. دلوقتي بالنسبه للسبلين يتشال، if we reach diagnosis من غير ما نشيل السبلين في two options. هو 56 years old فسبلينكتومي has about 10% mortality risk، فدي بناخدها في بالنا واحنا بندخل عيان على allogeneic stem cell transplant. في options تانية is not as well studied زي splenical radiation، وده اللي انا بعمله لان اغلب المرضى بتوعنا بيكونوا كبار في السن، تعمل splenical radiation pre-transplant و maybe augmented afterwards as well. هو حضرتك بس السؤال يا دكتور محمد، هو حضرتك ايه الكوز بتاع السبلين الكبير ده؟ يعني لم يكن جزء من الديسيز، فهو ايه الاتيولوجي بتاع السبلين الكبير؟ اللي انا شايفه من البدايه البيشنتس كاونتس كانوا قليلين، واعتقد ده جزء منه كلمه في بروليفريتيف ديسوردر ان السبلين كان انلارجد بسبب دوت، بس يعني وي كانت بروف انتل وي تيك ات اوت ان احنا نقول 100% اتس ديزيز اور ا رياكتيف بروسيس. Sorry. وفي برضو الهيباتوسبلانيك تي سيل لينفوما، بس I think angioblast immunoblastic يعني عشان ال B cell process probably makes more sense. والجاما دلتا كانت نيجاتيف. ليه؟ الجاما دلتا كانت نيجاتيف، فمش عارف يعني غالبا الهيباتوسبلانيك بيبقوا جاما دلتا بوزيتيف صح؟ آه. وده غير ان الاندولنسي غير الاندولنسي اتس ا فيري ديفيكولت كيس، بس انا في نظري فعلا البي سيل بوبوليشن واز ا باي ستاندرد. هو واحد كان واقف من زمان محدش كان عارف ان هو هناك وحظه انه ظهر على طول وانتوا بتعملوا الورك اب، ات وازنت ا كونتريبيوتنج فاكتور للبيشنتس برزنتيشن. هي كيم ان وذ ديفيوز ادينوباثي اند ذات ديزيز اللي كان بيأثر على السيمبتومز، ده الامبريشن بتاعي. وطبعا الانجيو انيوبلاستيك بتبقى يعني فيها جزء اي بي في دريفن، وده عشان كده ساعات ممكن يجي لك التو ثينجز، يعني يجي لك التي سيل لينفوما معها الكلونال بي سيل بروسيس، بس يعني الافورت كله شود بي دايركتد توردز التي سيلز، فعشان كده اي ثينك كونفيرمينج ان دايجنوستس ويل بي هيلفول. طب سؤال ثاني يا دكتور سامح بوح، قبل ما ننقل لان انا عارف الحاله ديت اتس ميبي ذا موست كومبلكس وان بس اتس فيري انترستينج، السي دي 20 بوزيتيفيتي، Would you use a CD20 antibody in addition to your whatever regimen you are treating T cell lymphoma in the aberrant expression of CD20? هو عادة ال B cell clonal process اللي بتبقى موجودة بتبقى EBV driven، بس you don't always have to target it يعني. يعني ال rituximab for sure will clear it، بس your main enemy هنا هيبقى ال T cell lymphoma. يعني ده يعني زي مثلا يعني مش هو ده اللي المفروض التركيز يبقى عليه. تمام، شكرا جزيلا. في اي تعليقات ثانيه على الحاله دي؟ هو ليه البي سيلز يعني بتقل من بايوبسي الثانيه قاعده تقل، ده ليه علاقه باي حاجه تريتمنت خدها او ليه علاقه بحاجه ولا هي مش غالبا الكيموثيرابي اللي بياخده؟
most probably depletes your B cells ودول ال يعني عشان كده they go down but he never goes into CR. مش متأثرة. تمام. أي تعليقات على الحالة ديت قبل ما ننقل الكيس نمبر 2؟ طب تمام. هي الكيس رقم 1 خدت مننا 58 دقيقة. احنا ممكن نوفر وقت بعدين لو حابين الحالات تانية، ولكن ممكن ناخد تاني حالة دكتورة دينا فرحات، اعتقد هي البرزنتر بتاعنا في الحالة دي، لو ممكن. صوتي واضح؟ اي واضح، تفضل. اوكي. بطولهم حتى. أيوة سكرين باينة، تفضل. أنا هبدأ بس بالكيس الأطول فيهم، هو كيس نمبر 3. هو 24 year old male patient and known case of refractory stage 4 classic Hodgkin lymphoma candidate sclerosis. البيشنت بدأ أصلاً الديزيز في أبريل 2019. هو underwent autologous stem cell transplant في CR2 كان day 0 في 7/11/2021، ولكن الـ current status isolated thrombocytopenia post transplant for differential diagnosis. بداية الـ presentation بتاعنا، هو الـ patient أصلاً medical history free, surgical history free, family history free. هو virology C positive, HCV antibody accidentally discovered. هو ما أخدش direct active antiviral drugs، ولكن الـ PCR negative. البرزنتيشن كان بدأ في أبريل 2019، كان جاي لنا بس بفاتيك، ولكن في الإكزامينيشن كان فيه مالتيبل بايلاترال سيرفايكال لمفادينوباسي، وكانت كونفيرمد سسبيشس بالألترا ساوند. عملنا عندنا الانفستيجيشنز، السي بي سي كانت افريج نورمال، الليفر والرينال فانكشن تيست كانوا افريج نورمال، الال دي اتش كان اليفيتد شويه، كان 443 والريفرنس كان اب تو 190. اخذنا اكسجنال بايوبسي من ليفت سيرفيكال لينف نود، طلعت ان هي هودجكن ليمفوما نوديال سكليروزس، كانت بوزيتيف سي دي 15 وسي دي 30 ومام 1 كانوا بوزيتيف. عملنا ستيجنج سي تي، كان في اباف الدايفرام لينفادينوباسي، كان في انتيرو ميدياستينال سوفت تيشو ماس كانت انيشال 7 سنتي، وكان في بايلاترال بارا سباينال سوفت تيشو ماس عند ليفل اوف لمبر فيرتبري نمبر 2 نمبر 3، وكان في سوفت تيشو كومبوننت، يعني كانت ليتك ليجن وسوفت تيشو كومبوننت، وكانت عامله انفلتريشن للسوس ماسل كويري اللي هي الليمفوماتس انفلتريشن. هو يعني unfortunately هو ما كانش عمل بومارو ستيجنج في الانيشال ورك اب بتاعه. بدأ التريتمنت بأي بي في دي، أخد 2 سايكلز، وبعد كده عملنا انتيرم بيت اناليسيس كان في سي ار. البيشنت كمل لحد سايكل نمبر 5، كانت في 20/11/2019، واخد انفولفد سايت راديو ثيرابي على الرايت بارا سباينال سوفت تيشو ماس والانيشال بالكي ميدياستينال ماس، خلصهم في 2/20/20، ولكن بعدها على طول في شهر في نفس الشهر كان في بالاكزامينيشن سيرفايكال لينفادينوباسي تاني نيولي ديفلوبد بعد ما كان اتشيف دي سي ار. اخذنا عملنا الترا ساوند واخذنا نيو اكسجنال بايوبسي، طلعت سيم كلاسيك هودجكن ليمفوما نوديال سكليروزس. البيشنت اخذ بدا سالفج جيموكسينابلبين بعد الفيفث سايكل، كان البيشنت في سي ار بالبيت سي تي، الكلام ده كان في شهر 2/20/21. سول بيشنت كان ريفيرد وبلاند للاوتولوجا ستام سيل ترانسبلانت هنا، ولكن برضو البيشنت كان ريلابسد بسرعه جدا وقت البريباريشن يعني والورك اب بتاع التحضير للزرع. فهنا اخذنا سكند سالفج ايس. بعد السكند سايكل بيشنت كان في سي ار بروفد بالبيت سيتي، كمل لحد الرابعه على ما يعمل ورك اب بتاع الزرع، كانت السايكل الرابعه في 26/9/2021. بعد كده البيشنت اندروينت اوتولوجاس ستيم سيل ترانسبلانت، كان دي 0 في 7/11/2021، كان اليلد اللي اخده السي دي 34 بوزيتيف سيلز كان 5.5 مليون سيلز بير كي جي. الترانسبلانت كان ماشي سموس عادي، هو كان بس كومبليكيتد بدايريا كيموثيرابي انديوسد، وكانت
كان فيه في برين نيتروبينيا، ولكن الكالتشرز بتاعتنا كانت نيجاتيف وكان كنترولد عادي على انتي بايوتيك. ده حصل عن داي بلس 5. البيشنت كان ديسشارجد اون داي بلس 16 ابون انجرافتمنت. سي بي سي وقت الديسشارج كانت تي ال سي على 6.6 والنيتروفيل على 2.4. الهيموجلوبين كان 12 والبلاتلتس كانت 28 ولكن على المانوال كاونت كانت 40. دلوقتي بقى الكرنت ستيتس او المشكله اللي بدات معانا، بدات في داي بلس 56 بيشنت جاي في الفول اب بوست ترانسبلانت بستاكسس. السي بي سي كان فيها ايزوليتد ثرومبوسيتوبينيا، تي ال سي كان على 9 والهيموجلوبين 9.6 والبليتلتس كانت 1.8. هنا احنا سسبكتد ريلابس مثلا وبومر انفلتريشن. عملنا سيتي هات، السيتي كانت فري فروم اني سسبيشس لينث نودز، ولكن كان اكسيدنتالي ديسكفرد ان هو طلعت فيها بايلاترال جي جي اوز في اللونج، طلعت كوريدز 5 لكن بيشنت كان اسيمتوماتيك، ما كانش فيه فيفر ولا كف ولا اي حاجه. عملنا بي سي ار سواب فور كوفيد 19 في 8/21/22 والبيشنت فعلا السواب طلعت بوزيتيف، ادميتد في الايزوليشن وورد عندنا. بدا الريجيمن بتاعته اكوردنج للشست ريكومنديشنز. الري سواب كانت نيجاتيف في 19/1/22 ولكن كان البيشنت ستيل في ثرومبوسيتوبينيا. هنا احنا عملنا بومرو اسبريت بايوبسي، الاسبريت كان مايلد هايبرسيلر وكان مو ابنورمال ديبوزيتس. البومرو بايوبسي كان هايبرسيلر فور ايج كان 30% و الانرجي ميتوبيزيس وفي ريديوس ميجا كاريوسايت. البيشنت هنا لما البومرو كان فري فبدانا ريفوليت. لما بدانا ريفوليت بداوا معانا وكان ديسشارجد بعد 6 ايام من السواب نيجاتيف 25/1/22. البليتلتس وقتها كانت وصلت معانا ل 17000 اللي هو كان داخل اصلا ب 1000. كان ديسشارجد على ريفوليت 100 ملي جرام ديلي ولكن البيشنت ريتر الثاني لما جالنا يوم 2/2/22 كان داي بلس 87 كان في هنا ديزنيا وكاف وبستكسس. السي بي سي كان في برضو ايزوليتد ثرومبوسيتوبينيا، هنا بليتلتس كانت 3.5. هنا لما عملنا بي سي ار سواب كان البي سي ار سواب رجعت بوزيتيف ثاني في 4/2/2022. بدا الريجيمنز ثاني اكوردنج للتشست ريكومنديشن واخد هنا ريمديسيفير انتي فايرال. السواب بقت نيجاتيف في 19/2/2022. البيشنت بتاعنا استيل ايزوليتد ثرومبوسيتوبينيا. عندنا الورك اب اللي عملناه الدايركت تيست كان بوزيتيف، بدا استيرويد في 26/2 علما بانه كان برضو بدا استيرويد علشان ككوفيد از ريجاردنج يعني الفايبرو ينقل الفايبوزيس او كده يعني. السيروم بروكال كان نيجاتيف، الجلاكتومنان نيجاتيف، عملنا الاي ان اي والانتي دبل ستراند دي ان اي كانوا نيجاتيف، عملنا الهربس سمبلكس فيروس طيب 1 و 2 الاي جي ام كانوا نيجاتيف، الاي جي جي كان بوزيتيف بس يعني 1.4 والريفرنس اصلا ليس ذان 1. عملنا ايبشتاين بار برضو الاي جي ام كان نيجاتيف والجي كان بوزيتيف بس على 24 والريفرنس برضو اقل من 10. سيمي في بي سي ار عملناه طلع بلو ديتكشن والبيشنت اصلا ما فيش اي كوتينيوس مانيفيستيشنز او ضيارية مثلا. وعملنا ري ايفالويشن هاي ريزولوشن سي تي شست طلع فيه ريجريشن. دلوقتي عملنا نيو بومارو اسبيت وبايوبسي. الاسبيت الجديد باين ان هو هايبر سيلر بومارو والميجا كاريوسايت بريزنت وماتيور بانكريز. رجعنا مع الكلينيكال باثولوجي، هما شايفين ان هو اكيس اوف بريفرنت ديستراكشن. البومرو بايوبسي لو نورمسيلر فور ايج هو طلع سيريتي 60% اللي قبلها على طول في شهر واحد، يعني دي الليتست اللي اتعملت. اللي قبلها في شهر واحد 23/1 كانت هايبوسيلر 30% سيريتي والميجا بريزنت وماتيور. ايه ريكومنديشنز الزياده اللي ممكن نعملها للحاله؟ هو البليتلتس كام دلوقتي يا دكتوره دين؟ يعني هي بليتلتس برضو افريج 3000 من 1000 ل 3. ايه الريجيمن اللي هو خدها للاوتولوجس ترانسبلانت هنا؟ اخد بيم. بيم. اوكي. وفي الستاندرد عندكم بتدوا جي سي اس اف ولا لا؟ بندي. بتبتدوا يوم ايه؟ داي بلس 5. داي بلس 5. اوكي. والبليتلتس بتاعته طلعت من 1000 ل 17 او 18
when he was admitted the first time around للكوفيد بس هو كان على dexamethasone للكوفيد صح؟ وهو دلوقتي ستيل على ستيرويد برضو yeah. والريفوليد for about 2 months كان يعني non-effective yeah. هو خلينا اسمع رأي الدكتور سامح الأول وبعد كده أنا أشوف أقول لكم أنا شايف تفضل دكتور سامح you're muted معيش ناس الكومز كان بوزيتيف هو كان عنده هيموليتيك انيميا كمان ولا كان بس الكومز بوزيتيف لا هو الكومز كان بوزيتيف هو السي بي سي في وقت الدي بلس 56 في الانيشال برزنتيشنز بايزوليتد ترومبوسيتوبينيا كان هيموجلوبين 9.6 كان في سام سورت اوف هيموليتيك انيميا كان فيه هيموليتيك انيميا يعني الهابتوجلوبين كان كونسيومد والال دي اتش كان لا ما عملناش هنا هابتوجلوبين بس هو الملاحظ يدينا برضو إنه ما فيش مرة من ساعة مزارع البليتلس عدت 40,000 يعني هو ما خرج خرج على تقريبا يعني احنا بنستعجل برضو عشان بنخرج العيان وانس إنه هو 5 أيام وخلاص والبليتلس كده يعني خلاص بنخرجه على إنه خلاص البليتلس انجرافت بس هو ملاحظ العيان ده ما شفتش البليتلس زادت خالص من الأول على 40,000 بس البومارو اللي اتعمل في الاول كان 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 ما كانش فيه ميجا كاريوسايت ميجا كاريوسايت قليل قوي الغريب ان اخر بومارو سواء بايوبسي او يعني او اسبريت الاثنين فيهم ميجا كاريوسايت هي دي حاجه غريبه يعني لكن البومارو اللي قبله كان يعني البومارو اللي قبله يدينا كده هتلاقي ان ما كانش برضه ميجا كاريوسايتس قبلها. الميجا كانت ريديوست. يعني فهو انا مش عارف بقى ايه ال يعني هو تراجع الاسبرت والبايبس الاخير دول تراجعوا؟ انا راجعتهم يا دكتور. وبعدين هو كان واخد ال CD34 كان واخد كاونت كويس ده كان 5 مليون تقريبا يعني. وبعدين كان البومارو بتاعه معدى سموث يعني ما فيش إلا بس فيفر كده في يعني نوتروبينيك فيفر وعدت بسهولة بس هو ما فيش ولا مرة البليتلس بتاعته عدت 40,000 من الأول يعني هل حاجة في حاجة بقى أوتو إيميون بتعمل كده مش يعني مش عارف الحقيقة الوضع إيه يعني ده يعني عشان حضرتك اللي هو البوزيتيفيتي بتاعت الكوفيد دي ما حضرتك يعني انا متخيل ان هو دي يعني ده سيناريو غريب من السيناريوهات الغريبه اللي احنا بنشوفها بالنسبه للكوفيد هل البليتلتس تحسن مع الاسترويدز ولا لا تقريبا ستيشنري ولكن تقريبا ستيشنري ولكن البليدنج ويف الجرعه كام استرويد بالظبط كده هو كان بدأ الاول دكسا 8 ميلي جرام توايس ديلي ودلوقتي هو على سولوبريد 20 ميلي جرام توايس ديلي يعني 40 ميلي جرام ديلي وزن المريض قد ايه 80 كيلو طب هو هل مثلا جرب اي في اي جي يعني دي اي تي بي بيور اي تي بي ولا هو احنا لسه يعني هو ده جاست الورك اب اللي احنا عملناه هو بدا بس ستيرويد لسه ما جربناش او يعني ما اخدش اي حاجه تانية يعني ما فيش اي في اي جي ما لسه ما فيش حاجه تانية ممكن اسال سؤال خلينا راينا نعالجه على انه اي تي بي نجرب الاسترويدز ما ينفعش ممكن نجرب حاجه تانية زي مثلا اي في اي جي لو الصفائح بتاعنا عليه هو بس محتاج الاسترويدز تبقى سلولي ويدرون الحاجة الثانية ممكن اللي هو تيبيكو مايماتكس فممكن يجرب الروميبلاستم أو الريفوليد ده هو الترومبو باك ده اللي هو ما نخدت بيه بس يعني الصفاية حالية فأنا مش عارف هم شالوه ولا يعني هل لسه عليه ولا لا هو دلوقتي هو واقف هو البيشنت أخذ ريفوليد يعني 2 months بس دلوقتي البليتلتس استل في سيفير ثرومبوسيتوبينيا فلقينا من ما خدها 2 months هل استجاب ليها ولا لا لا طب البروماكتا أو الريفوليد اللي هو الترومبوباج الجرعة اتغيرت عملنا اسكاليشن كان الاول بدأ 50 ميلي جرام ديلي وبعدين عملنا اسكاليشن ل 100 ميلي جرام ديلي البيشنت برضو على فريكوينت ترانسفيوجن بس هو برضو يدينا يعني هو
العيان ده المرض تصلح يعني الميكاريوسايتس زادت. وبعدين مش يعني دايما الاسبريت حد بيعمله والبيوبسي حد بيعمله يعني مش الاثنين فالاثنين هو طلع اخر واحد ده في ميكاريوسايتس. وبعدين حكايه الكوب تيست برضو اللي هو البوزيتيف ده برضو يعني بيبين ان في حاجه برضو اوتو اميون يعني يعني يمكن محتاج صبر شويه محتاج يمكن اي في اي في يعني مش عارف راي انا متفق مع حضرتك تماما ان هو يعني it's possibly ان هو دوت an autoimmune process less likely a poor graft function لان البايوبسيز بتوري ان في good graft في الميجاكاريوسايتس present فهو في consumption outside ال IVIG بصراحه هي بالنسبه لي يعني هي بتستخدمها في حالتين يا اما you use it as a test عشان to prove a theory بتاعتك لان الريسبونس بتاعها very fast أو العيان is bleeding, actively bleeding وانت عايز تصلحه بسرعة فالIVIG is very fast acting إنما لو العيان is not bleeding وانت is pretty comfortable مع الدياجنوسيس إنه هو autoimmune process فالستيرويدز الدوس المفروض تبقى أعلى من كده والريتوكسيماب أنا بستخدمه right away علشان نأنت البروسيس دي very early on وعادة بيروح الIVIG ممكن يعني أنا استخدمتها مرة في مريضة لأن هي كانت يعني requiring transfusions quite a bit and once we give it الIVIG 1 gram over 2 days 1 gram per kilogram per over 2 days الثرومبوسيتوبينيا improved right away واعتقد ان اغلبنا بصص على ان هي likely immune mediated thrombocytopenia فهم دو steroids increases هو حضرتك يا دكتور محمد حضرتك البوستيفيتي بالنسبه للكوفيد ده كانت اكسبلين اللي هو الكورس بتاع الديزيز فاونديشن هو من قبله يا محمد برضه يعني من قبله دكتور محمد هو يعني هو ما حصلش رايز خالص في ايه يا دكتور سامع الو هو دكتور سامع البليتلتس نيفر وينت اب مع حتى من قبل ما العيان يتست بوزيتيف للكوفيد البليتلتس ما تحسنتش بالشكل وبعد كده نزلت لما الكوفيد جه لا ما هو ده اللي حصل ان هو نزل كان مثلا 40000 وبعدين بعد كده نزل مع الكوفيد كان ده اللي حصل اوكي هو كان بيتحسن وبعد كده الكوفيد جه نقصه وبعدين حتى هو لما بدانا ريفوليد وبعدين يعني برضه امبروفد تو سام اكستنت وبعدين بعد لما رجع بوزيتيف تاني وده حاجه غريبه ان هو زي الكوفيد برضه عمال يبقى نيجاتيف وبوزيتيف وبعدين يرجع بوزيتيف تاني لما بقى بوزيتيف للمره الثانيه برضه البليتس كانت بدات تنزل فهو عموما نظام المخدك انا مش عارف يمكن معروف ان الكوفيد ده الحقيقه مش يعني بيعمل فايندنج كده ساعات ما تبقاش اكسبلين وهو طبعا في يمكن ريبورت كيس ما في اللي هو بالنسبه للثرومبوسيتوبينيا او كده لازم فور وذ ديفرنت ميكانيزم ساعات بيأثر على الستام سيل ساعات فعلا بيعمل بريفر ديستراكشن ف يعني تو ماي مايند ان هو الموضوع لينك للكوفيد لكن واتيفر يعني هو الاسترويد وهنكمل ريبوليت بتاعي يعني هو ده ال ممكن يعني الجرعة ممكن تعلى الجرعة ممكن تزيد عن كده يعني هو احنا بنوقف عند 150 في ناس بتزود عن كده كمان فمش عارف دكتور جبالة بتستخدم انا يعني متفق معك في كل حاجه يا دكتور محمد حجازي بالظبط هو لو انا كنت هعمل اي في اي جي وجست بي فور ا تيست جست تو كونفيرم ان هي اي تي بي ولو كده يعني يو كود دو لايك يعني 40 ميلي جرامز دكساميثازون فور 4 دايز بلس وبعد كده do a very slow taper بالبريدنيزون الحل الثاني انت يعني خلاص اتاكدت ان هو ITP وعملت الستيرويدز والIVIG والبليتلتس اتحسنت خلاص ادي روتوكسيماب يعني this is what I would do personally بس all these other approaches يعني زي ما دكتور سامح برضو بيقول all these other approaches are reasonable يعني ممكن تدي ستيرويدز بس معها يعني شوية صبر it would work بس لو عاوز الquickest هو يعني IVIG test تشوف البليتلتس عالية تأدي ريتوكسيماب you should be fine لكن حضرتك دكتور سامح حضرتك بتقول IVIG استخدمها بأنهي الدوز for how many لا it would be the high dose اللي هي تبقى الجرام per kilo for 2 days نعم هتبقى الhigh dose IVIG هتبقى high dose 1 gram per kilo for 2 days yeah. لو دي expensive
خلاص هي expensive. على لو expensive ممكن تدي dexamethasone 4 days in a row 40 milligrams. لو حصل تحسن في البليتلتس خلاص تدي بعديها rituximab وعمل slow steroid taper. تحدد كويس يعني. لو rituximab غالي قوي اعمل ال معقول. مش غالي. يعني الروتوكسيماب غالي. لا الروتوكسيماب بس كفرد تقريبا بال نفقات العلاج عندنا في الدوله والحاجات دي. طيب احنا ممكن نعرض كمان حاله، هي حاله صغيره يعني مش تاخد 10 دقائق. اوكي ماشي. دي تمام. الحاله اللي بعدها هو 40 year old male patient. هو medical history surgical history free family history free presentation. كان جاي لنا برايت باروتيد سويلنج، ما كانش فيه بي سيمتومز والاكزامينشن ما كانش فيه اي حاجه تانية. على مستوى اللاب السي بي سي كانت افريج نورمال، الليفر والرينال فانكشن كانوا افريج نورمال، حتى ال دي اتش كان 179 والريفرنس اب تو 190. عملنا راديولوجي نيك الترا ساوند، باين ان في رايت باروتيد جلاند فيها ويل ديفايند ليجن 31.4 سنتيمتر، كانت فيها ميكسد هايبو هايبر اكيوجينيستي. عملنا سيتيز نيك شست ابدومن بلفس كانت فري. بعد كده اخذنا تروكات بايبسي، طلعت ان هي نون هورجيك ليمفوما سمول بي سيل تايب موستلي هيري سيلوكيميا. هي كونفيرمد ان احنا عملنا الانيون بوزيتيف سي دي 20 BCL2 كان بوستيف، CD10 كان بوستيف، CD103 وسايكلين دي 1 كان بوستيف، نيجاتيف CD5، نيجاتيف CD23 والBCL6 كان نيجاتيف والكي اي كان بوستيف في 2-3%. For more confirmation أخذنا fine needle cytology، عملنا عليه flow من ال parotid soft tissue lesion. طلعت إن هي CD5 negative B lymphoproliferative disorder mostly hairy cell leukemia. كان positive CD19، CD10 كان dim، CD20 كان positive، CD100 03 كان positive، ال CD11C كان positive، ال 25 كان dim وكان في لامدا restriction. هو احنا عملنا باثولوجي هنا معانا معانا الايمجز ومعانا دكتوره نرمين هي اللي شايفه الحاله ومعانا برضو هو احنا بس اخر حاجه في الكيس احنا عملنا انكزين اي 1 بس هو طلع نيجاتيف. في الوقت الحالي احنا ما عندناش بيراب بس ممكن بيشنت عادي بس بيعمل بيراب يا دينا عندنا بيراب عندنا بيراف بس لسه يعني هو لسه واصل المعمل بقاله تقريبا اسبوعين فجربناه فهو ملوش يعني نورمال كنترول نورمال تيشو. احنا جربناه في كذا بابيلاري كارسينوما هيري سيل كارسينوما بيدينا نيجاتيف في كل الكيسز فاحنا مش يعني لسه ستيل مش تراستنج يعني لسه اندر ترايلز يعني. فاحنا كنا طلبنا حتى ان البيشنت يعمل بيراف. انا ممكن اعرض الصور. اتفضلي يا دكتوره نرمين اعملي انشير. تمام اوكي دكتور حضرتك هتعملي شير ولا اعمل شير من عندي؟ انا هعمل شير اوكي هعمل شير من عندي. اوكي هو تقريبا لازم تعمل انشير من عندها. اوكي تمام. اوكي هون هون اوكي اوكي واضحة كده الصور كده واضحة؟ تمام تمام واضحة. أنا عندي هنا جزء من السليفري جلانز أوكي وكل اللي كنا شايفينه هي تروكات بايوبسي فيعني المايكروسكوب بيكتشر كانت كلها عبارة عن سمول مونومورفيك لينفوسايتس ما فيش فيهم يعني ميتوتيك أكتيفيتي قد كده يعني ممكن يكونوا مدينا شوية الفرايد يعني فيهم كليرينج حواليهم بنسميه fried egg appearance. Again, population of small lymphocytes.
more or less monomorphic. عملنا CD20 كان strong diffuse poster. دي tumor cells وهنا هنلاقي الأسيناي بتاعت ال parotid gland negative. Okay. طبعا مايكروسكوبيكالي ما كانش فيه لينفو اوبيثيليال ليجنز، يعني احنا كان اول ديفرنشال دياجنوزز عندي طبعا انها تكون مالتي لينفوما، لكن ما لقيناش اي حاجه لينفو اوبيثيليال ليجن. اجين هنا برضو سي دي 20 سترونج ديفيوز بوستر، سي دي 3 كان نيجاتيف تيومر سيلز، يعني هنا بس اي ريميننج رياكتيف تي لينفوسايتس. سي دي 5 كان نيجاتيف برضو وتقريبا واخد نفس شكل السي دي 3، فهو يعني بوستر في رياكتيف تي لينفوسايتس. CD10 can strong diffuse the membranous poster. CD23 can يعني diffuse قصدي completely negative. كنا بنحاول ان احنا نعمل exclusion على SLL. Cyclin D1 بقى كان strong diffuse nuclear positive. ودي كان surprise لان الكيسز يعني السيلز ما كانتش CD5 positive. فالتفكير اللي جانا ان احنا نعمل والBCL6 برضو كان نيجاتيف، يعني هنا بس عندي شوية remaining follicular cells لكن tumor cells نفسها نيجاتيف. فجانا التفكير ان احنا نعمل CD103 which يعني was يعني made for fun، يعني طبعا عمرها ما خطرت في بالنا ان هو هيطلع strong diffuse positive بالشكل ده، يعني دي tumor cells still here الducts بتاعت parotid glands negative. ف طبعا فكرنا في الهيري سيلوكيميا refer to the clinical and the other lab features، يعني ما ساعدتناش في حاجه ان البيشنت ما عندوش اي حاجه غير البرودكت سويلنج ده وما لقيناش تفسير تاني. وبروسيد للانكسين كان نيجاتيف. بالنسبه بقى للبيرف بنحاول ان احنا نعمله دلوقتي. ايوه كان في اذر لينفنود زياده مش كده؟ لا يا دكتور سامح ما كانش في اي حاجه تانية ولا لا. انا قبل ما اسال دي تقول لي ما عندوش حاجه خالص، هو البروتيد في حاجه يا دي متهيئه. لا يا دكتور سامح، لا احنا كان في ريبورت للاناها هي اللي كان فيها ميدياسباينال لينك. احنا لقينا تو كيس ريبورتس، واحنا عندي كان له طبعا يعني هي حاجه لو جريد لينفوما، يعني دي هوتست سبوت مثلا وكان فيها يعني ما يعني نوت مور ذان 5% اوف ذا تيومر سيلز. فهي الحقيقه هي طبعا كيس رير، انا يعني حتى عشان اكتبها هيري سيلوكيميا فكرت كتير يعني لانه ما عنديش اي كلينيكال داتا تساعدني، بس للاسف ان هو ما فيش اي ديفرنشال دياجنوستس ثاني عندي، يعني انا ما عنديش حاجه ثانيه بالبوزيتيفيتي للسايكلين دي 1 مع السي دي 103 الكلينيكال باثولوجي عمل ولا السي دي 25 والسي دي 11 سي. فحقيقه there is no other option، يعني فهي حقيقه انترستنج كيس يعني. معلش ال سي دي 200 دكتوره نرمين عملنا؟ لا مش عندنا والله. سي 25 ولا نيجاتيف؟ دي 25 بوستر بال بالفلو. اوكي طب العيان لو هي دكتوره داليا لو تحب تعرض الاي بي تي بتاع الحاله. اوكي العيان عنده سبين؟ ثانيه واحده. اي لا يا دكتور ما عندوش سبين. Okay. Well, it's very unlikely in the hairy cell leukemia. يعني هو فعلا انا كنت بعمل CD 103 just for fun، يعني ده هو يعني بس في تو كيس ريبورتس موجودين. لا لا هي مش لوكيميا، هي لو حاجه تبقى لمفوما مش لوكيميا. لا هي سيل لمفوما. يا ده اللي انا عملت السيرش فلقيت ريبورتد هيري سيل لمفوما، ده دي فيري فيري رير اكستريملي رير. عايزين نشوف الفلو ونشوف برضو رأي دكاترة الباثولوجي. اوكي سو دوت الفاين نيدل اللي جالنا للبيشنت دوت من الباروتيد سويلنج، هنقول الليمفوسايتس حوالي 77% تقريبا. طيب looking at the B cells بقى هنلاقي ان هي هنا في جزء منها partially عليه CD103 وعليه 11C وعليه CD25 وعليه very bright CD20، وممكن كمان نلاحظ ان CD19 كمان brighter than the residual normal B cells اللي موجودة و CD10 positive.
يعني البي سيلز اعتقد انها كانت في حدود جايز 30% تقريبا و around 65% مثلا كانوا هم الخلايا دي. لما نيجي نبص على يعني الانبوبه دي مش هتضيف كتير يعني هم برضو ستيل برايتر للسي دي 19 نيجاتيف ل 79 بي بوزيتيف اف ام سي 7 ونيجاتيف 23 ونيجاتيف 81 و 43. آخر تيوب اللي هي الكولوناليتي تيوب هنلاقي برضو أن نفس البوبوليشن في حاجة برضو نلاحظها أن هي طبعاً لها increased side scatter الخلايا دي increased side scatter علشان الهيري بروجيكشنز هي CD5 negative IgM negative برضو احنا حاطين CD10 في الأنبوبة ده still positive و lambda restricted وبقية البي سيلز اللي هي باللون الموف دي بوليكلونال. فهي يعني سواء بقى هيري سيل لمفوما هيري سيل لوكيميا انما هي وان اوف ذا رير كيس بس هي مكتوبه في الليتريتشر فعلا لمفوما يعني مكتوبه هيري سيل لمفوما هي بيقولوا عليها لمفوماتوس بريزنتيشن اوف هيري سيل لوكيميا. تمام اون ذا بيسس اوف سايكلين دي 1 وي سي دي 200 اكسبريشن ان ذا ابسنس اوف بوزيتيف ماركرز فور سي ال ال اس ال. في الحالة دي بيقولوا عليها كده الانفورماتوس بريزنتيشن اوف ثيري سيل تمام. Can you please show the CD45 with the side scatter؟ معلش قول تاني يا دكتور سامة. CD45 are they in the monocyte gate these B cells؟ ثانية واحدة اوريها لحضرتك هنا 45 versus side scatter ديت اللي هي تمام. And they had them they have them 123 and them 25 right؟ ال 25 is not them. ال 25 اعتقد ان هو كويس انما ال 123 فعلا دم يعني ده ال 123 هنا هو الدم انما ال 25 is good it's fair. ده CD 25 يعني ده يعتبر برايت كمان CD 25. Oh based on your fluorochrome. Okay. So you know hairy cell leukemia is a flow diagnosis and actually this is the phenotype is excellent with the CD10 it could be like a hairy cell leukemia variant phenotype but yeah I think you may have a potential case report and you can, we do see cyclin D1 expression in hairy cell leukemias but you have to demonstrate the absence of the translocation. So if you're going to publish it yeah I would definitely try to do I was going to ask you for. But otherwise, the phenotype, it looks excellent. So treatment-wise, it will be the same? It's the same, but they... The hair is leukemia. Well, I had other lesions, or is this in the product? No, it's just that. يعني عمل PET scan whole body ما فيش اي حاجه ثانيه في اي حته ثانيه بس في سبلين عمل سيتيز لا ما فيش سبلين عمل سيتي ما عملناش PET يا دينا لا ما عملناش PET سيتي عمل سيتي نيك تشست ابدومن اند بلفس ما عملش اي ما عملش PET سيتي بون مارو بايبسي برضه نيجاتيف صح بون مارو بايبسي نيجاتيف لان لو انتوا عملتوا whole body PET وما فيش اي حاجه وتشست ان ذا باراتيت وبون مارو نيجاتيف يو كود اكشلي تراي تو جو فور ا لوكال راديشن we could consider بعديها four cycles of rituximab and that's it. We'll approach the يعني you have a small chance and hey it might not come back. لو احنا هنعالجها لانها indolent lymphoma يعني. اوكي طب يبقى في فرق في اللاينز بتاع المانجمنت من الليمفوما فيرس اللوكيميا هي اللي كانت في الليتريتشر كانوا كاتبين ان ادوها بس ثاني كان فيها اذر ليجن كان فيها ميدياستاينال ليجن كمان اللي هي كانت في الليتريتشر هي في الليتريتشر اتعالجت بكليدرابين كان في ميدياستاينال ليجن كمان يعني ما كانتش ستيج 1 يعني لكن هي اذا كانت اور كيس دي اونلي ليف نودز يبقى هو زي ما والله نعمل بيت برضه زي ما الدكتور سامح قال يعني برضه نعمل له بيت اتس ا فيري انترستينج كيس واعتقد زي ما الدكتور برضه سامر كرام بيقول دي ممكن تعملوا لها ريبورت ولكن الفكره انا ام انترستد الثوت بروس بتاع الدكتور سامح جبال اللي هو الفوكال راديشن والريتوكسيماب so هو انا معايا حاله كانت كيس ريبورت برضو نفس السيناريو بالظبط كانت باروتيد ماس بس وكانت 39 ميل بيشنت هو كان تريتد بسيرجري زائد لوكال راديشن
هي لو احنا هنعالجها لان هي ستيج 1 اندون لينفوما, فسواء مالت فوليكولر لينفوما اس ان ان يعني yeah if it's truly stage 1 you can يعني يعني sometimes you might want to get هو طبعا يعني this يعني الهيري سيل لينفوما stage 1 يعني it's only case reports but if you apply the same concept of like يعني other indolent lymphomas follicular extranodal marginal SLL this would be a reasonable approach and you'll avoid severe immune suppression with you know with other measures with systemic therapies. طبعا لو عنده other lesions بقى يعني lymph nodes for neck or chest or abdomen يعني لو more systemic disease لا you're gonna need systemic therapy. But if it's a local process you might get away with just a you know local therapy. Okay. Dr. Mohammed, may I have a little comment for the Hodgkin lymphoma case and observation? Nowadays, resistant to the first line chemotherapy and the rapid or short relapse after induction of CR with the first line treatment. Do you have an explanation? Actually, we have for the this observation. I don't have the same or not. ممكن حضرتك توضح النقطة تاني؟ هو حضرتك بالنسبة للهوجكن الملاحظ nowadays إن هو بيبقى resistant للفيرست لاين تريتمنت وبعدين لو دخل في CR بيرجع تاني بيبقى ريلابس على طول. الريلابس كمان مش even common بعد الأوتو يعني حضرتك احنا عندنا مثل حالتين very short relapsed مثل بعد الأوتو فأنا مش عارف do you have the same observation؟ بس دكتور محمد التانية دي كان فيها لانج ليجن وكده يعني ما كانتش كانت حالات صعبة من الأول يعني ما هي بتبقى اي او بي ما هي حضرتك اللي هي صعبة يعني على اساس ان هي كانت هوتشكن وكده يعني ما هي حضرتك ما هي بتبقى ريزيستنت للفيرست لاين تريتمنت حتى السكند لاينز برضه بتبقى ريزيستنت فهي دي ملاحظة يعني يعني الهوتشكن انا مش عارف زمان كان بتاخد الاي بي بي دي ده بتدخل في ريميشن على طول وخلاص ما عدناش بنشوفها يعني فدي ملاحظة أنا مش عارف يعني طب يمكن البوينت يعني أنا مش عارف هو ممكن يبقى bad luck ومش أكتر في الشوت ران لأن هو حاليا هو أنا حاسس إن هما the same mix بس في حاجة حضرتك قلتها اللي هو المريض ده لأن هو عنده relapse في الأثيرا ترايل بتاعة ال maintenance brentuximab post auto فده ممكن هو. والله حضرتك يعني عندنا هاف وان بيشنت ترانسبلانت برضه ومشيت اللي هو الزكامات اللي هو البرنتوكسيماب اللي هو المانتنس بعد ما خلصت 16 جرعه دخلت في ريلابس على طول يعني تخيل ما هو it proves ان هو هاي ريسك للريلابس يعني فمريض ريفراكتوري it might help بس طبعا برنتوكسيماب ممكن نصلح البليتلتس الاول وبعد كده طب هو حكايه البليتس وكده ذات كومن ان انا يعني اشوف اوتوميون ديزيز يعني شورتلي افتر اوتو ترانسبلانت ويتش از وان اوف ذا لاينز اوف تريتمنت اوف اوتوميون ديزيز يعني هو حضرتك احنا بنعمل اوتو ترانسبلانت ساعات في الريزيستنت او ريفراكتوري اوتوميون ديزيز ومع ذلك ممكن انا الاقي بقى اوتوميون ديزيز حصل بعد الاوتو ترانسبلانت Yeah, it's reported. مظبوط حضرتك. It's not a very common process, بس بتحصل وبتحصل more frequently than we actually diagnose it. لأن أحيانا كتير بتبقى self limited وبي recover on their own. بس لو الأرقام لو هو single digit platelets بتاعته يعني أقل من 10,000 it's high risk of spontaneous bleeding. Aggressive approaches needed عشان بس يعني to correct thrombocytopenia. بس يعني it's not a common. هما المفروض العين الوقت immune compromised. How is he having an autoimmune process? بس بنشوفها يعني. خلي بالك محمد برضو هو في presence of COVID واللي هو العين أصلاً immune dysregulation وال T cell functions that it's probably Dysregulated post all the factors. شكرا جزيلا دكتور محمد شكرا جزيلا دكتور سامح ودايما اشوفكم على خير والله يعني انا سعيد جدا بالكونفرسيشن ديت وبشكركم جميعا والله على وقتكم it was very valuable discussion
وشكرا ان احنا ايه مديناها شويه وتسلموا على وقتكم جميعا. ويا رب الشباب اللي حضروا معانا يكونوا استفادوا, ولو عندكم اي اسئله دون هيسيتيت تو ريتش اوت سواء للدكتور مصطفى, هو الدكتور مصطفى الرزاز المنظم وبيكلم ممكن يتواصل مع الجميع اونلاين. شكرا جميعا يا جماعه, وان شاء الله النكست تيومر بورد لو تشرفونا فيه يبقى حظنا حلو, بس هيبقى بعد رمضان. كل سنه وانتم طيبين, لان الشهر الجاي يعني احنا بنعمله ساعه في الشهر او ساعه ونص في الشهر, هنعمله بقى بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله.